خصوصي جبت لونه هيك، لون البحر والسماء، عجبك ولا ما عجبك؟ لك كتير عجبني، بيطير العقل. بس من وين جبت حقه؟ بعلمي ما معك غير 200 ورقة. لا تكون بعت الكلوة. ها لك شو بتحكي انت؟ ما بعت شي لك، يا الكلوة هون 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 عمري هيك عيد طولته. أسعد اجي البليد، شو بده هلا؟ أسعد فوتي انت، فوتي انت، شبهي. أهلين جودة، تفضل فوق. كيفك؟ كيف صحتك؟ اشتقنا لك. شو صار معك بالشام؟ طمني. تقعد تعال. لا خلص، شو صار معك بالشام؟ احكي لي. لا يعني والله الشام غير شكل، غير شغلة، غير عيشة، غير طعمة. أخذني على المستشفى خيو وحطني بهالأوضة هيك لحالي لحالي وبالي، وكل الأوضة هنيك فيها ثلاثة أربعة، ثلاثة أربعة، وأنا لحالي. وليش لحالك يعني؟ شو ما حدا قبل ينزل معك بالأوضة؟ بعيونك شو بصمعي؟ ولك كرموني دللوني، قاعد أنا بهالأوضة لحالي وجابوا لي هيك تلفزيون. شوف التلفزيون. ويعني شو شفت بالتلفزيون؟ يعني شفت حوله، ما شفت حالي حالي على حدا، شفت حالي يعني أنا طلعت بالتلفزيون، طلعوني بالأخبار. هو عشو لا يطلعوك بالأخبار يعني؟ شو عامل؟ ما عامل شيء، بس طلعني ثلاث كلاوة. أنت شو بعرفك شو يعني ثلاث كلاوة؟ وأزا يعني ثلاث كلاوة، وأزا يعني أمثلك مثل غيرك. لا لا، لو مثلي مثل غيري ما كانوا أخذوني كلهم على الجامعة وعرضوني هيك قدام الطلاب والطالبات. علي ما علي، من كتر ما حلوين هالبنات بتشتهي تمرض لحتى يفحصوك. وفحصوك؟ ولك لكان قال ما فحصوني، حطوني قدام التلاميذ هيك مثل جربوع التجارب، حتى طلعت بالجريده. ها كيف لي الشوب؟ مين ابدع؟ اما انت واحد يشبهك هذا. والاسم، تعال شوف الاسم، اسعد ابن جيغه خشرو. يا عيني عليك، عشو حطوك بالجريدة؟ ولك عشو؟ عشو مخترع قنبلة ذرية يعني؟ بخاطرك عود الرايح.